خلال 8 أعوام لم تنقطع أصوات العمل أو مشاهد البناء عن بر مصر، ومن أحدث المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ مشروع تطوير منطقة الفسطاط. مشروع حديقة الفسطاط على مساحة 5000 فدان. المشروع يضم عدة مناطق أو المكونات المشروع، يعني هي بدايتها ساحة مسجد عام، إنشاء ساحة كبيرة لتستخدم للمصلين في رمضان او في اي اقر رمضان في الاعياد او مناسبات. المرحله الحاليه اللي احنا واقفين عندها دلوقتي ديت دي اللي هي اسمها المنطقه الثقافيه، دي احد مراحل تطوير منطقه الفسطاط. منطقه الفسطاط منقسمه الى 8 مراحل، دي احد المراحل اللي شغالين فيها حاليا، وان شاء الله مخطط ليها تنتهي على رمضان او بنهايه ابريل، والمنطقة كلها الفسطاط مخطط لها إن شاء الله تنتهي بنهاية العام الحالي يعني. لم يكن المشروع سهلا أو ميسرا من جميع الجهات، فقد واجهت فريق العمل عقبات متنوعة ليتحقق هذا الإنجاز على الأرض ويشق طريقه نحو الاكتمال. المعوقات كانت إن المنطقة أساسا كان فيها جزء كبير عشوائي، فطبعا البنية التحتية بتاعتها كانت غير محتملة إن احنا نقدر ننفذ عليها مشروع كبير زي ده. تم التنسيق مع جميع المرافق ان احنا نعمل تطوير للشبكات بتاعه المنطقه، وطبعا الشبكه الداخليه بتاعه المشروع بيتم التنسيق عليها بالكامل مع شركات المرافق، ميه وكهرباء وصرف صحي، عشان نتأكد أنها إن شاء الله تطلع شبكة تخدم المشروع بشكل جيد يعني. تطوير الفسطاط بالتزامن مع تطوير أجزاء أخرى من القاهرة التاريخية يبرز اهتمام الدولة المصرية بالعاصمة التاريخية لمصر بمختلف مدنها ومقراتها، ويعكس كذلك النظرة المستقبلية لوضع مصر في المكانة التي تليق بها وسط بلاد العالم كبلد له تاريخ عريق يراه العالم بمعطيات العصر.